ستدرك أن سقوطك دائما كان بحجم اتكائك، وبحجم اتكائك كان الألم. لذلك تعلم ألا تتكئ على أحد، أن تسقط يدك فترفعها الأخرى، أن تميل هامتك فيسندها لسانك، ويكسر قلبك فيجبره عقلك. تعلم أن تكون لنفسك صديقا وأخا وحبيبا، أن تسند نفسك طوال الوقت، وأن تكون لها حائطا صلبا في الوقت الذي يتهاوى الجميع فيه من حولك، أن تكون السد المنيع وعصا العون التي يصطلب بها ظهرك مجددا، دون أن تتجرع مر الصدمات بمن ظننتهم عونا فأسقطوك. كن لنفسك الخير الذي ترجو والملجأ الذي تأوي إليه، حينها سيستقيم ظهرك حتى في الشدائد، لن تخذل في العقبات، ولن تزداد همومك بالخذلان. ستتعلم كيف تعبر كافة المحطات وأنت مطمئن بأنك العربة والراكب، تصلح نفسك وتعين نفسك حتى الوصول.